قصة على الوقف، وقف المدينة. يا سلام. حصلت الأسبوع الماضي. نعم. معي شخصيا أنا اللي صار له يحدثني. صح. يقول صار بينه مشكلة هو وزوجته. أي. ويقول اشتد النقاش وطلع الصوت والعيال كلهم سمعوا، وكانت مشكلة يعني ما تعودنا في بيتنا على هالمشاكل، لكن قدر الله ما شاء فعل. يقول أنا من الضيقة طلعت. الله. بعد الظهر. أي. يقول سبحان الله أنا في السيارة أدور ما أدري وين أروح، يقول شغلت البرنامج برنامج الأجاويد. حلو. يقول وكان فيه كلام عن كان فيه مبادرة هدية الزوجة. يقول كان فيه مبادرة وسبحان الله وافقت أني اطلعت على هالمقطع عن هدية الزوجة في الوقف. يقول جتني فكرة، قلت من باب يعني، يقول أنا حسيت أني أنا اللي أخطيت وأني يعني ضغطت عليها زيادة. يقول وأدخل على التطبيق وأرسل 100 ريال وأكتب يعني هدية أو وقف عن فلانة ووالديها. يقول طبعا والديها متوفين. يقول وأصور الشاشة وأرسلها لها. يقول أبو نص ساعة وهي ترسل لي تقول وينك تأخرت. سلام. يقول ولا يقول كملت الفرة ورجعت. يقول ما شاء الله إلا الغداء جاهز والأمور متغيرة والنفسية طيبة بصدقة 100 ريال في وقف المدينة. وهذا من بركات الصدقة. يعني هذا اللي قاعدين يقوله أبو عبد العزيز وتقولونه جميعا والزملاء في البرنامج، هذه الصدقة حلت خلاف زوجي. يقول والله خلاف، يقول توقعت أني بطلقها خلاص بصدقة واحدة تغيرت نفسيتها 100 ريال في هذا الوقف المبارك. وهذه من بركات الصدقة، حينما تتصدق بنية الشفاء، بنية حل مشاكلك الزوجية، بنية إن الله يبقي لك شيء أثر بعد وفاتك وبعد موتك. الرسول الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني إن الفقراء إن المحتاجين، الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله، يعني كأنك تقرض الله حينما تتصدق بهذا الوقف أو تتصدق لهذا اليتيم، كأنك تقرض الله. والله سبحانه وتعالى غني كبير عظيم، لا يحتاجنا ولا يحتاج صدقاتنا، لكن يفتح لنا مجال لنزكي أنفسنا ونطهر أنفسنا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صدقاتنا ونفقاتنا يا رب العالمين. آمين. الله يجزاك.